اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے اپنے آئے گئے معزز مہمان قاری المقری عدنان شفیق صاحب کو حفظہ اللہ تعالی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، بارك الله۔ أقيم الصلاة ما شاء الله بارك الله يا شيخ۔ بسم الله الله ما شاء الله سبحان الله بارك الله يا شيخ بارك الله۔
ما شاء الله سبحان الله أقم الصلاة الله سبحان الله اللهم زد فزد يا شيخ ومن ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله الله أكبر عسى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله
أخرجني الله ما شاء الله بارك الله يا شيخ ومن بارك الله يا شيخ بارك الله ما شاء الله إن بارك الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Thank you.
Allah barakallah ya Şeyh. Allahumma zid fezid. Maşallah. Ve nunezzilu minel Subhanallah. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا Allah barakallah ya Şeyh barakallah ve iza mesu şuruka ya Musa Musa maşallah maşallah kul kullu Maşallah. Maşallah. Ferabbukum a'lam biman huwa ahwa sabila. Maşallah. Maşallah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, maşallah, maşallah, barakallah, ya Şeyh. Maşallah. Allahu Ekber. Maşallah.
MashaAllah, zindabad. Barakallah ya Shaykh Allah, mazid fazid. MashaAllah, barakallah, barakallah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ضحى ضحى ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بارك الله بارك الله يا شيخ بارك الله ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر ما شاء الله بارك الله ولسوف يعطيك ربك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ووجدك ضالا فهدى هدى الله 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 ما شاء الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله بارك الله بارك الله وأما بنعمة ربك فحدث الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
Masha'Allah, Barakallah, Barakallah ya Sheikh, Barakallah, Allahumma zid fazid ya Sheikh, Masha'Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Oh,